ذات صباح تحت شجرة الليمون بجوار منزلي، وجدت ثعلبا صغيرا. ما أجمل هذا الثعلب، عيناه لامعتان، فروه أحمر براق، تفوح رائحة الحليب من جسمه وتدل على أنه مولود جديد. حملت الثعلب الصغير بين كفي وذهبت به إلى المنزل، ثم وضعته في قفص حديدي وسط الحديقة. عند منتصف الليل استيقظت على صوت ضوضاء، نظرت من النافذة فرأيت أنسة الثعلب تحاول فتح القفص بأسنانها جاهدة، ولم تفلح. ثم حاولت سحب القفص لكنها فشلت في ذلك. بقيت أراقبهما عبر النافذة. كان الصغير يتأمل أمها عبر القضبان ويبكي، لابد أنه مشتاق لحضن أمه الدافئ.